أعطوني أي شيء بدي أكل. أختي اليوم لازم تساعدي المحتاجين وتقدمي لهم كل الشغلات اللي بتقدري عليها. لا تقولي لأ لأي حدا. هالصبي شكله جوعان كتير، جيبي له أكل لو سمحتي. إيه طبعاً حاضر يا حكيم. ما أدفي يلا مرحبا. شوفي شغلك. خلونا نفرح ونغني، خلوا الدنيا تعم سلام. خلونا نفرح ونغني، خلوا الدنيا تعم سلام. خلونا نفرح. وقفي، هدول قلال كتير. إذا بتريدي أعطيني شوي كمان لعائلتي. ليش وين عائلتك؟ قاعدين على الرصيف بنص السوق وناطريني. من شوي كانوا عم يقولوا إنه ما لازم نقول لأ لحدا، لهيك لازم ساعد هالصبي. رح أعطيه خبز لعائلته، طريقي بروح بصلح اللابتوب. مهراج لو سمحت حط لي خبز بالسلة، بدي أعطيهم للصبي. بكل هاي؟ إيه ليش وين المشكلة؟ قولي لي لشوف لوين حامله هالسله ورايحه. ستي الصبي اللي واقف برا طلب اعطيه خبز كمان، وانا كتير زعلت عليه. عيلته عايشه بالطريق، يلي عم سابي غلط يعني. يسلموا ايديكي، رح نضل ندعي لكم انا وعيلتي. وهي عطيتهم سلة الخبز وصار لازم حل هالمشكلة بقى. وهلأ وين بدي لاقي محل يصلح لي هذا اللابتوب؟ عمو بدي صلح هذا اللابتوب، بتعرف شي محل بقدر روح عليه؟ روحي على هذاك المحل.